يا شباب، امبارح كنت جايب شوية صراصير دوبي روتش. الأسود ده مش دوبي روتش، الأسود ده صرصار رمل، فلقيت فيهم صرصار أبيض. حبيت أشارك الحدث الجميل ده معاكم. بص الجمال. طيب ليه الصرصار ده أبيض؟ الصرصار زي بقية المفصليات بتغير هيكلها الخارجي كل ما تكبر، يعني هو كل ما يكبر في السن وفي الحجم بيغير الهيكل الخارجي. ماشي، ده اللون الطبيعي. طيب فين الهيكل اللي غيره؟ الهيكل أكنه صرصار ميت. بصوا، الرجلين متغيرة وكل حاجة متغيرة، بيطلع هو لونه أبيض خالص كده لحد ما الهيكل الخارجي ده بتاعه يتغلظ ويسود، خلاه ميت. ولحد دلوقتي خلاه حي. بصوا الجمال. بس حبيت أقولكوا وأشرح لكم، بس ليه الصرصار ممكن تلاقوه أبيض مثلا لو صرصار في الحمام ولا حاجة. بص، حتى النقشة هي هي بس أبيض، لسه مسودش. مصور برضو فيديو وهو بيغير المولت ده كله، هحطهولكوا في الفيديو. طيب الناس اللي هتقول اللي بربي صراصير ومعفن ومش عارف ايه، يا جماعة الصراصير ديت مش حاجة معفنة والله. صرصار انا اللي مربيه، مفقوس عند واحد صاحبي، مفقوس في بيت يعني، مفقوس في علبة، عارف بأكله ايه، بياكل خضار بياكل فاكهة، مش مفهوش حاجة تدعو للقرف. ان شاء الله لما انقلهم العلبة بتاعتهم هعمل لكم فيديو تربوا الدوبيا روتش ازاي وتهتموا بيها ازاي عشان تنتج. ده مش دوبيا، ده صرصار رمل. استنى، ذكر صرصار رمل، الأنثى بتبقى من غير جناح زي الدوبيا برضه، نفس الحكاية. بس حبيت أشارك كل الحدث الجميل ده. هفضل مهما ربيت أفرح بحاجة زي كده، أفرح بحاجة عملت مولت عندي مهما كانت كبيرة أو صغيرة. ترانشلا بقى، صرصار ممكن أكله أي حاجة في أي وقت، بس برضو بحسها حاجة كويسة يعني وحاجة حلوة. يلا مع السلامة. هنا يا جماعة الصرصار خارج من المولت بتاعه القديم. بص، هو لازقه في المكان، يعني هو لازق المولت القديم في المكان وخارج منه. حاول احركه كده بصبعي. واخدين بالكم خارج ازاي؟ الايدين خرجت والجسم كله خرج، الصرصار شفاف قدامنا.